ولقاء قد يوارى فضله يبهج الوجد ويضحى سكنا مع دعاة خلص قد نشروا سنن الشرع وكانوا أمنا يشرق المجد على أمثالهم لا يهابون البلا والمحنا أسبغ الله عليهم نعما مثل ما أحيوا بقفر سننا مثل ما أحيوا بقفر سننا. شيخنا حياكم الله. بارك الله فيك. الآن سيرجي أسلم أصبح علي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. توقفنا في الحلقة السابقة عن إسلامك ونريد الآن ردة فعل الأصحاب والوالد. أنت ذكرت لي أنه كان فيه ردة فعل من الأصحاب والأصدقاء والأحباب، كيف ردة الفعل وشعورك أنت الداخلي؟ هذا دائما نحن نسأل عنه حقيقة. الفرح قل فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، الفرح بالإيمان وبالإسلام وبدينه الإنسان صراحة أعظم الفرح. صفنا لنا هذا الشعور شيخ. بارك الله فيك شيخ علي أفديل. بعظات تجلب البشرى كما تذهب البأس تجب الحزنا لم يداروا قومهم بل جابهوا بوصايا الأنبياء الفتنا بوصايا الأنبياء الفتنا. أنت سألت عن ما هو كان ردة الفعل. نعم. الأصدقاء والأهل، يعني الأهل يعني من ناحية كانوا متعودين أنني يعني أحياناً أختار يعني الطرق الغريبة يعني في حياتي والتصرفات، ففي البداية كانوا يظنون أن هذه كأنها الهواية جديدة ربما لديه ستذهب بعد الفترة، ما كانوا ينتبهون كثيراً إلى هذا. تمام خلاص، يعني هو يعني يهتم بالإسلام يقرأ يصلي ما هي مشكلة يعني. ولكن بعد فترة أدركوا أن يعني هذا أمر أصبح أنني جاد على أمر، ويعني عموما ما كان عندهم قلق وتخوف من هذا التغير، لأنهم التغيير الذي كانوا يرونه يعني أعجبتهم في الحقيقة، لأن أنا كنت شوية كما قلت يعني غير مستقيم. أي نعم نعم. كأي شاب سواء مسلم أو غير مسلم. أمي يعني. ماذا وجدت يعني بعد إسلامي؟ أنني تركت السجائر وتركت الخمور، ويعني ما أغيب من بيت مثلا الليالي أو ما أسافر دون إذن. لا إله. وكذلك التعامل معها والتصرف معها كذلك تغير، لأن أصبح هذا عندي القيمة الدينية خاصة التعامل مع والدين. الأبي يعني ذاك الوقت توفي، يعني هو توفي قبل إسلامي، بقيت عندي أم وأخت. مات على غير الإسلام. ما علم غير الإسلام. فيعني الأهل ما وجدوا تخوفا كما هو معتاد يعني في مثل هذه الحالات كثيرا. وكذلك أظن من الأسباب أن كما قلت يعني عاداتنا القوقازية، وإن كنا غير مسلمين، الأسرة غير مسلمة، كانت قريبة من قيم الإسلامية. يعني في فبالتالي ما كان غريب عليه. نعم. ثم عائلتي كذلك فترة من فترات كانت مقيمة في آسيا وسط المسلمين، فالثقافة الإسلامية كذلك ما كانت غريبة يعني، بل عكس. ذكريات أمي عن فترة إقامتنا في أوزبكستان هي كانت جميلة طيبة، فهي تحترم كثيرا هذه الشعوب، فما وجدت المقاومة في الأهل. المقاومة كان في شريحة الأصدقاء، لأنك إذا غيرت حياتك هذا الدليل إما هم على الثواب وأنا قد انحرفت أو عكس. طبعا أنت لما تسلم يعني تبدأ بدعوة الأصدقاء كذلك، و يعني كان التخوف منهم
أن يعني هذه الحياة الجديدة الغريبة أنا دخلت فيها يعني هي غير معروفة لديهم، هم في التخوف من شيء مبهم. وكذلك التشويه حول الإسلام، يقولون أنت الآن ستصبح إرهابيا ونحن الآن يعني طيب إيش حالنا؟ إيش حالنا الآن؟ نحن أمامك من الكفار؟ لابد أن نقتل يعني. تصبح إرهابيا يعني، وماذا هناك كان؟ لا وهم ما يفكرون، ما يفكرون. والله العظيم مصيبة. بل هذه المواقف تحيي فيهم الجدية في التأكيد على حياتهم، أنها يعني أنها يعني لها معنى، لها القيم كذلك. يعني بدأوا يتكلم، فأنا يعني قلت لهم الشباب يعني أنا خرجت من هناك، لا تدعوني إلى ما خرجت منه، بل يعني أحسن لكم أن تسمعوا لي لأن هذا أمر جديد عليكم. ولكن للأسف الشديد أو يعني قدر الله ما شاء فعل، من أصدقائي القريبين ما أسلم أحد، ما أسلم. فهذا كان كما ذكرت هم أحياء موجودين؟ نصفهم تقريبا. لا إله إلا الله. يعني بعضهم إدمان للخمر، وبعضهم للمخدرات، وبعض كذا يعني الحياة الضالة الطافية. وكذلك عدم قبولهم لأفكار جديدة ولحياة جديدة، وعدم قبولهم لدعوتي، وكان كذلك تأكيدا ودليلا كما ذكرت أن كل ما كان يربطنا يعني في الحياة ما كانت على أساس القيم، صح، القيم الحقيقية يعني المخدرات، الخمر، مخدرات، النساء، مساحبة النساء، بس ما في شيء، والخمور، الترفيه يعني عموما الترفيه على شكل غربي، هذه كانت أعلى قيمة يعني في حياتنا يعني بين الشباب. فيعني حتى أنا حزنت جدا لهذا لما أدركت هذا يعني كل هذه الأعمار. نعم ما مرت كثيرا، 22 سنة يعني أنا ما زلت شاب، ولكن مع ذلك كنت أندم على هذه الفترة قضيتها يعني بالنتيجة في أشياء تافهة يعني. وهذا منعني من التعليم، من اكتساب البعض مثلا المهارات العملية، ويعني كثير من الأشياء فاتتني، لأن هذا وقت من 16 إلى 22 هو وقت الدراسة، وقت التعليم، صح، وقت الشباب، صح. فأنا ندمت على هذا، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على نعمة الإسلام. كم بقيت أنت عندما ذهبت تلك القرية ووجدت الأخ الشيشاني الذي دعاك الإسلام؟ نعم. وفضل الأسماء، كم بقيت هناك حتى رجعت إلى أهلك وعرفوا بالخبر؟ 3 أشهر تقريبا. ثلاثة أشهر ثم رجعت مرة ثانية. أنا لما صليت أول مرة كما أخبر حكيت، يعني جاءتني التخوفات الداخلية النفسية، هل أنا الاختياري هذا صحيح أو لا، لأن الشبهات كثيرة يعني في الداخل. أي طبعا الشبهات مثيرة من الصغر ومن الإعلام وهكذا. فكما ذكرت أنا كنت أعتقد أن المسلمون البيئة المسلمة هم عندهم متابعة الأعمى، تقليد الأعمى لرجال الدين، فهؤلاء رجال الدين قد يعني يغيرون شيء في الدين في صالحهم. هذا تخوف الغرب يعني هو على نفس. نعم نعم نعم. ولكن هذا أدى أنني قررت أن لابد أن أتعلم هذا الدين، أدرس. فبعد فترة قصيرة من إسلامي أنا ذهبت إلى مسجد، وكان هذا المسجد فيه الدروس وكذا. في قريتك أو في القرية التي ذهبت إليها؟ نعم في المدينة. كنت سأسألك المدينة على هذا السؤال. نعم. هو مسجد مركزي في المدينة، فأنا سألته هل عندكم هنا الدروس؟ قالوا نعم موجود. هل ممكن أنا أدرس؟ أقيم هنا في المسجد، أبيت هنا؟ قالوا نعم تفضل. فأنا قمت هناك الشهر تقريبا في المسجد. من أين هؤلاء الإخوة؟ من شراكسة يعني. شراكسة. نعم. أيوة نعم. فقمت في هذا المسجد الشهر وبدأت أتعلم هناك. ماذا تعلمت شيخ؟ المبادئ لغة العربية وقراءة القرآن وكذا. ثم عرفت أن هناك مدرسة في بلد مجاور، موجودة مدرسة، وذهبت إليها فدرست فيها 3 أشهر كذا تقريبا. ماذا درست؟ نفس القرآن. القرآن. نعم.
حفظت شيء من القرآن يعني؟ حفظته؟ نعم إلى سورة الضحى. ما شاء الله أذكر. جميل. هذا مجهود كبير. هل وجدت صعوبة في المخارج وفي أيوه طبعاً. وفي طبعاً الحروف العربية؟ كان رأسي يؤلم وحلقي يؤلم لأن أحرف جديدة يعني على حلق. أحرف الحلق. نعم. ولكن ما شاء الله يعني هذه الطريقة أنا اخترته, والسبب الأول كما قلت لك هو رفع الشبهات. يعني ما أردت أن أكون مخدعاً من قبل هؤلاء. نعم المسلمون الشباب ولكن ربما هم كذلك ما يفهمون دينهم. فكان التخوف هذا, وهذا التخوف أدى إلى أن كنت أقدم الأوراق للجامعات الإسلامية في العالم, أرسل إلى السعودية إلى مصر إلى حتى إلى إيران. ما كنت أميز هناك الشيعة والسنة. هذه النقطة سنتحدث فيها هذه. نعم. أنجاك الله عز وجل. أرسلت أوراق وما قبلت ولا في الجامعة. الله. يعني تقريبا 4 سنوات أنا حاولت أن أخرج لطلب العلم. أنت عندك شهادة ثانوية يعني؟ أيوة. إيه طيب هذه المفروض يقبلوك يعني. ولكن ما أدري إيش السبب. نصيب. يعني فمن 22 4 سنوات وأنا ما أستطيع أخرج إلى الدراسة. ثم معلش سؤال, من الذي علمك القرآن؟ أول مدرس كان عندي المدرس الشركسي. شركسي. جزاه الله خيرا. هو الذي علمني القرآن. ما زال موجودا؟ نعم. حيا. أنت تعودت أنت تعودت أثناء الحلقة كلهم ماتوا يعني الذي يعرف. لا ما شاء الله. الحمد لله. شباب موجودون. طيب هذا الحمد لله, هذا أسعدتني بالخبر عموما. الحمد لله. لأن كلهم أموات 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 كثيرة جدا والله يا أخي, لا حول ولا قوة إلا بالله. رجوعا إلى موضوعنا, فبعد فترة قصيرة وجيزة وجدت أن الأصدقاء خلاص يعني أصدقاء القدماء والبيئة القديمة يعني كان أصبح بيني وبينهم صد, يعني هم لا يصلون إلي وأنا لا أصل إليهم. أصبح عندي عالم جديد الإخوة, يعني هو أكبر الفرح شعرت به لما أسلمت بعد طمأنينة القلب. الله. هو إدراك أن عندي أصبح إخوة كثير, لأن ما في الأسرة أنا وأختي, أنا دائما كنت أريد أن يكون عندي أخ. فوجدت ما شاء الله الإخوة المتوفرون في كل بلدان في كل مكان وفي محبة حقيقية, لأن مقارنة مثلا لزملاء وأصدقاء في الجاهلية وإخوتهم الأشقاء يعني ما وجدت حتى عندهم هذا الترابط كما وجدته هنا. الله أكبر. هذا مثل لقول الله تعالى أو سبحان الله, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نقطة طيبة والله. يعني أنا كنت أستمتع في هذه الأجواء. طيب يعني على التعليم, إحنا على التعليم بدأت تعلمت القرآن الحمد لله. نعم. وحفظت إلى سورة الضحى. نعم. وتعلمت شيء من اللغة العربية. اللغة العربية مبادئ. نعم. مبادئ. نعم. وشيء من الفقه أو شيء من العقيدة أو نعم. ماذا؟ كنت أقرأ كثيرا يعني كل كتب باللغة الروسية كنت أحصل عليها وكان قليلة. قرأت في التفسير بعد ما شاء الله. القصار. لمن قرأت التفسير؟ لمن؟ السعدي. السعدي. ما شاء الله. نعم. جميل. هذا الكتاب مختصر وجميل جدا. نعم. جدا جميل جدا ما شاء الله. يعني السير كذلك للخلفاء الراشدين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أثرها كانت عليك شيخ؟ وهي أنا لما تقرأ يعني لما تقرأ القرآن مثل الآيات اللي توقفت عندها عند المرة فاتت قلت سورة مريم. نعم. قلت أو احترامهم لمريم وعيسى وكذا, هذا لفت نظرك يعني؟ هذا لفت نظري ولكن إيه؟ ماذا آخر من الآيات أكثر التي أكثر شيء أثر علي على فهمي وشعرته أن هذا شيء جديد نوعي هو هذا الخطاب العالي يعني من القرآن إلى القارئ, يعني الحجم المسؤوليات الإنسان أمام المجتمع, وكذلك جعلناكم أمة وسطا, يعني هذا الخطاب وأنت شاب صغير وحياتك تافهة الآن تجد أن لك قيمة, أن لديك دور في هذا المجتمع على مستوى ما هو على مستوى الكرة الأرضية على يعني على عبر التاريخ, لأن هناك قصص تاريخية وكأنك ألحقت بالقافلة لها الهمم لها الخطاب العالي لها يعني لها قوة لها تاريخ يعني هذا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام كالشعب الأنبياء والرسل. نعم. والعلماء وأنا كالشاب صغير دائع الذي كان يعني
أقصى حاجاته اللي يستمتع في الحياة، الآن دخلت إلى هذا هذه المجموعة. الله أكبر. فهذا الخطاب يعني هو كذلك في سلبيات وإيجابيات لهذا الخطاب. إيه؟ هذا قد يؤدي إلى فيما بعد للشاب الصغير يعني شوي نوع من التكبر يعني. أنا ما شاء الله عندي مسؤوليات ويتدخل في كل موضوع، وهذا حصل معي يعني. أنا كنت شوي متطرفا يعني في أوائل الإسلام، ولكن يعني هذا الشعور نوعي. أنا شعرت كأنني كنت أعيش في الحفرة، والأفق يعني قريبة جدا وصغيرة، ما أعرف ماذا يحصل في العالم. ثم كأنني خرجت من هذه الحفرة، لا إله إلا الله، وأستغرب كيف الناس ما يدركون هذا، ما أدركته أنا. لكن ثم يعني مع مر الزمان أنت تفهم أن هذه الهداية من الله، يعني قد يكون لك الشيء ظاهر وباين والثاني لا يراه ولا يفهم يعني لا يسمعك أصلا يعني. ولكن هذا كان يعني الاستمتاع نفسي يعني من هذه الشعور أنا أذكره يعني. كان كسعدت على ربوة، استعلاء الإيماني، وفتح الإيماني. نعم الاستعلاء الإيماني، وفتح العالم وأصبحت يعني أدركت نعم من الحقائق يعني كثيرة، وتشعر بدورك. نعم أن أنت ما خلقت يعني عبثا، وأنا عليك الدور مهما كنت يعني كنت داعية أو كنت مثلا الحمال في السوق، عليك الدور كبير يعني، وأنت ممثل لهذا الدين، وأنت يعني عليك التحقيق العبودية، وعندك رب يعني الذي الحي القيوم العظيم، وأنت الآن تعبده يعني. هذه الشعور بعد الحياة لا معنى لها يعني، هي لا تقارن بشيء. وشعورك أنك أنت من خير أمة أخرجت للناس كذلك، هذا فيما بعد جاء. فيما بعد. لكن أنت شعرت الخطاب بالمسؤولية، وأنك أنت إنسان، وهذا أصبح معنى لحياتك. وكذلك عليك بعض المسؤوليات أنت تعرفت عليها يعني هذا. وكذلك أعجبتني الترتيب، أن كل شيء هنا مرتب وكل شيء مذكور، حتى علاقات مع الجيران، مع والدين، مع يعني تبدأ من علاقاتك مع يعني فيه نظام ينظم حياتك ابتداء من علاقاتك مع ربك، ومع علاقات مع الناس، علاقات مع نفسك، يعني كل شيء مرتب. وأنا أدركت أن القلق الكبير كان عندي في الجاهلية أنني ما أعرف أين أتجه يعني، ما أعرف مثلا في العمل أو في العلاقات مع الناس يعني كيف أقيمها على وجه صحيح. يعني الإسلام رتب لك هذه الأشياء. أيه. القرآن أيه. رتب لك هذه الأشياء يعني هذه لا تأتي بممارسة يعني. أنت تفهم حياتك قصيرة، أنت الله أكبر. جميل والله، جميل، هذه نقطة طيبة شيخ. يعني علاقتك بالكون وعلاقتك بالله وعلاقتك بالكون، علاقتك بالإنسان، ومعرفتك مكانك في هذا الكون يعني. بالضبط. خلاص يعني أنا نفسيا ما أعرف بالعربية كيف يسمى هذا نوع النفسي، ولكن أنا أقلق لما لا أرى الصورة كاملة. لابد أنا لكل شيء حتى في العمل، أنا من محبي التخطيط والترتيب، لأن إذا ما رأيت الصورة كاملة ومكاني هنا والترتيب الأعمال يعني هذا يقلقني جدا. فالنظام الإسلام أعطاني هذا يعني أنا ارتحت من هذه الله أكبر. الأشياء جديدة يعني كثيرة، الصورة أصبحت واضحة. أيه. عندك شيخنا يعني أنت ذكرت، هل حياتك ترتبت بعد الإسلام التصور الكامل، أو حتى في جاهليتك كنت تحب ترتب والله هكذا عشوائي، كان واحد يقوم الصباح يمشي للشهوات وغير ذلك؟ لا، هذا كان جديد علي. جديد علي، لأنك يعني بعد الإسلام تدرك أن كنت تمشي في حياتك على مزاجك، على هوائك، على عواطفك، ويعني لا تفهم اصلا يعني اين هو طريقك يعني في كثير من الاحوال، مثلا في العمل او في العلاقات الانسانيه، او يعني كيف هو الصح يعني، ما هو الثواب يعني، لان انا اظن هكذا، هو يظن، نحن نختلف، ولكن اين هو الثواب، اين المحكمه، اين المحكمه يعني نسالها يعني ما هو الثواب يعني. فيعني هذا يعني راحني كثيرا يعني لما دخلت الاسلام، هذا الترتيب، هذا النظام.
أنت تبدأ تفكر أن النظام الذي ينظم حياة البشرية هو صعب جدا يعني وكبير، والمجتمع عبر القرون هذا لا يكتسب بتجربة الحياة الفردية. عندك إما الهوى إما الالتزام، ما في شيء ثالث. صحيح. فيعني هذا يعني شيخنا بارك الله، ذكرت أنت كذلك لما رجعت، وهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم ويرجع لقومه ويسلمون. أثرك أنت يعني كيف بدأت الدعوة مع أصدقائك؟ يعني أنت الآن جديد في الإسلام 3 أشهر وقرأت شيء من القرآن وتعلمت لغة عربية وجئت، كيف بدأت معهم؟ أو بما يبدأ الإنسان المسلم الجديد؟ أنا طبعا لما أتذكر يعني تلك الأيام ما كانت تصرفي الآن يعني مثل كنت متشددا وقلة التشدد يعني قلة الصبر. لعل مطلوب يعني التشدد شيخ في بداية الإنسان يعني حتى يعني يبتعد عن أصحاب السوء، لعله مش تشدد وإلا كيف تصف هذا التشدد؟ يعني عندنا أصلا يعني في منطقتنا تغلب الشدة يعني في العلاقات. فأنت لما يعني تفهم أحد، لكن يعني لا أراك شديدا يعني الآن الحمد لله يعني من بركة الاحتكاك مع العرب والشعوب الإسلامية. لكن تلك الأيام يعني إذا رجعت ونحن أصدقاء وندعوك إلى شيء وأنت لا تؤمن ولا تمشي معي أنا أغضب عليك يعني. أضربك بالمسدس؟ لا ما هو الضرب يعني ما هو الضرب، ولكن القطع يعني القطع العلاقات خلاص يعني ما تمشي مع ما تخيل خلاص إذا أنت غبي يعني أنت ما تفهم أنا أشرح لك أنا لا تفهم خلاص أنت إلى هذا عجيب هذا. أو مثلا في البيت إيه؟ مرة أنا ذهبت وتوضأت وأنا ماشي في ساحة البيت يعني بيت كان خاص يعني، فعندنا كلب صغير كذا يعني صغير وجميل مرة ومرة كذا يعني أمامي، وأنا أعرف أن يعني لعابه نجس يعني إيه؟ أنا قلت يعني أخرج هذا الكلب إذا وإن ضربته الآن ضربته بالحائط يعني هذا. ووالدته يعني يستغربون يعني من أين هذه شدة يعني إيش حصل يعني هذا جميل صغير يعني تقتله يعني أنه يخرب عليك وضوءك يعني بالله. دخلت في مسألة فقهية ممكن تدخلهم في معنا مسألة خلافية عند المالكية إحنا طاهر يعني ليست هناك مشكلة شيء وشعره وعرقه هذا تعرف هذه المسألة. طيب اي طيب كيف دعوت لماذا أنت تشددت مع أصدقائك في الدعوة يعني لماذا ماذا قلت لهم حقيقة ماذا؟ لأن هم كذلك هم يعني ما أنا الذي أشدد فقط، هم كذلك يعني يقولون أنت الآن يعني نحن أصبحنا من يعني كفار يعني تقتلنا الآن؟ لا 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 لست كفار لا نعم ما زال. لا نقول نعم كفار أنتم كفار نعم يعني ماذا ونا إلى جهنم وبئس المصير يعني على طول كذا إيه وكذا يعني لا إذا ما أسلمت يعني ما عندك الخيار الثاني يعني الله أكبر خلاص إما تسلم إما وضوح الرؤية الخلود في النار. قالوا خلاص إذا نحن ما نخاف يعني يلا امشي أنت مع إسلامك ونحن بنخشوا للنار مثلا والعياذ بالله. طيب شيخنا نتوقف عند هذه حتى نتعرف يعني ماذا تحدثت مع الأصدقاء حتى احنا يكون الشاب المسلم يتعلم كيف يدعو غيره يعني يستفيد من تجربتكم، ثم نتعرف كيف هل دعوت الوالدة الأهل هذه في الحلقة القادمة إن شاء الله. تمام جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ علي حفظكم الله تعالى. ذكرت أن من الأشياء أعجبتني لما أسلمت وكان النظام الذي اكتشفته أنا، النظام الإسلامي الذي يرتب الحياة الفردية والاجتماعية. فرسالتي إلى كل مسلم، إذا كنت تظن أن النظام الإسلامي الشريعة الإسلامية هي التي تؤخرك من تقدم في الحياة وتلتفت إلى الحضارة الغربية وقد تجد فيها أو تظن قد تجد فيها هذه القيم، لن تجدها. لا يوجد أمثل وأفضل من شريعتنا الإسلامية، وسبب تأخرنا أو سبب هزيمتنا النفسية أو الهزائم الأخرى هو بسبب الضعف والتقصير في الالتزام بهذه الشريعة وليس العكس. سنن الشرع وكانوا أمنا، سنن الشرع وكانوا أمنا.